بعد انقضاء عقدين على تفكيك نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا، يعيش السود والبيض في اطار ديمقراطيه متعدده الثقافات، غير ان الجريمه واللامساواه منتشرتان لغايه اليوم، ف43 جريمه تقريبا ترتكب يوميا وغالبيتها في مناطق البلاد التي ينتشر فيها السود، ويشكل المزارعون البيض ومناطقهم هدفا لاعمال العنف، ولكن تجدر الاشاره الى ان دخل البيض يفوق بست مرات دخل رجل اسود، بالاضافه الى ذلك تشوب اللامساواه النظام التعليمي في جنوب افريقيا، فالمدارس الخاصة تؤمن تعليماً راقياً إلا أن معظم السود لا يملكون إمكانيات الدخول إليها، أما التعليم العام فمعروف بسوء تدريب المعلمين وبنقص الإمكانيات وبالصفوف المكتظة بالتلامذة، وهذا الوضع يؤدي إلى تفاقم نسبة البطالة وهي في أعلى مستوياتها اليوم، فأكثر من ربع السكان العاملين كانوا عاطلين عن العمل في الفصل الأول من العام 2013، وجنوب أفريقيا معروفة بأنها من القوى الاقتصادية النامية اليوم، إلا أنها بمواجهة النمو الهش والعملة الضعيفة، وتواجه جنوب أفريقيا مشاكل أخرى من بينها العنف المنزلي والجنسي، فالبلاد تسجل أعلى معدل لهذه الجريمة في العالم، وقد أشارت آخر الدراسات إلى أن رجلا من أصل أربعة قد قام بالاعتداء على امرأة. ولا ننسى مرض الإيدز، إذ يعيش 5.6 ملايين جنوب أفريقي مع الفيروس.